لما لعبت مع الناشئين لعبت اول مرحله سنيه تحت كام سنه؟ كانت 15 اول 15 كان 15 سنه. هل كان في حد بيكمل معاك للدرجه الاولى ولا كان لسه في انا حضرت كابتن حسن علي ربنا يديله الصحه وطوله العمر، حسن يوجا، وحسن يوجا بانكس كان هو لعب قبل مني، انا اكبر منه سنه بس هو الكابتن عليك في الترسانه طبعا. طبعا كابتن علاء في الترسانه، كابتن علاء في المنتخب، في كل حته كابتن. لا حسن كان يقول بسم الله ما شاء الله. ساعات بيبقى عايل. كان حسن ومين تاني؟ حسن ونبيل عبده، محسن ابراهيم الله يشفيه، اخو كابتن جلال ابراهيم ربنا يشفيه يا رب. يا رب ده كان حاجه. لا كان لعيبه جامده قوي. باك لاعب، مساك لاعب، ده انت لعبت معاهم من الناشئين وطلعوا معاك الدرجه الاولى. طيب انت تفتكر الصوره دي؟ احنا كنا كابتن مصطفى 8. يا سلام، انت موجود فيهم طبعا. في الاول ما ده ايوه ما شاء الله. كابتن ابو العز، كان كابتن الفرقه ابو العز، حسن علي، وفاروق جعفر، وفاروق جعفر ورا كابتن طه بس رحمه الله عليه، والكابتن هاني رحمه الله عليه، وانا هنا، كابتن علي ابو جريشه، وانا ورا علي ابو جريشه، وانت ورا علي ابو جريشه. كان ماتش ايه ده؟ ده فاكر كان كينيا واوغندا الصومال، عشان نروح نلعب في نيجيريا. ايوه كاس الامم، او كاس مش عارف ايه الافريقي ده. شوف الزمن يا زمن ده مش ممكن. ساعتها كسبنا لعبنا الصومال، ولعبنا كينيا، ولعبنا اوغندا. الصوره دي بقى بتاعت الشواكيش بقى لا دي دي ما شاء الله، دي الشواكيش. ابراهيم الخليل رحمه الله عليه، الله كابتن محسن اللي انا بقول لك عليه، هو الله يشفيه يا رب. بطل كان بيلعب باك يمين باك شمال. مين اللي بعديه؟ مساك. اللي بعديه رأفت مكي. رأفت مكي كنت انت لسه شبل صغير. اصغر واحد فيهم يعني. كابتن ابو العز كان اصغر واحد فينا. شاكر كمان، شاكر ونبيل عبده، والكابتن ابو العز، اشرف الالفي، كابتن حسن علي، كابتن محمود عوض رحمه الله عليه، وفي تحت هنا كابتن مصطفى، وفي هنا بس محمود مش باين حسن علي عشان لابس اسود فاخده معاه في السكه. وبعد كده شاكر، كابتن شاكر، وكابتن شاذي الله يرحمه، كابتن نبيل عبده في الامارات، كابتن محمود حسن وينج ليفت العالم. يا سلام، رقص جلمة، رقص جلمة سانتوس بتاع البرازيل. ده عمل ده محمود حسن ده. ربنا يديه. وادي الصوره دي انا اهو تحت نمره. ايوه فوق محمود حسن، كابتن مصطفى رياض، شوف ربنا يديله الصحه يا رب، نبيل عبده، كابتن شاذلي اول مره اسيب الكوره مش ملاحظ، محسن ابراهيم خدها منه، اشرف الالف جنبه، كابتن خيري ده رحمه الله عليه كان يشجعني وانا بلعب جنبه. انا يعني ما شفتش كده بصراحه يعني. محمود عوض الله يرحمه، كابتن حسن علي، كابتن ابراهيم الخليلي، كابتن شاذلي طبعا. انت لما انت قاعد كده بينك وبين نفسك كده، الصور شويه يا شباب معلش عشان بس نبدا نتكلم، الصور دي لما تقعد تتفرج عليها ايه اللي بيدير في ذهنك؟ انا مش عايز اقول لك، بمسك نفسي من العياط. ذكرياتك بقى. وامبارح برضو مسكت دموعي شويه وانا داخل الملعب في عز الشمس دي، دخلني الملعب جو حر عشان يصوروك. صوروني، فبرضو حسيت جسمك اشعر. حقيقي يعني. لا اصل عمر يا كابتن مصطفى.